سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زملائي وزميلاتي الأفاضل، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد عزف الفرح بأنغامه وأنشدت الأمنيات أعذب ألحانها، وعانقت أشرعة الفكر سماء الأمل حينما تلوح القناديل المحلقة بأناشيد العلوم. بالبهجة والسعادة نرحب بكم لتعزف لكم وبكم ومنكم مواويل الغيم فخرا وسموا في لقائنا الفياض، ملتقى العلوم الطبيعية، واقع وتطلعات. نبدأ ونستهل هذه الجلسة الثانية مع المشرف التربوي الأستاذ علي بن محمد الشريف، المشرف في مكتب فرسان تخصص كيمياء، وتقديمه للورقة الأولى في الجلسة الثانية بعنوان استخدام المنصات التعليمية في عمليتي التعليم والتعلم، فليتفضل مشكورا. سعادة المساعد للشؤون التعليمية، سعادة مدير إدارة الإشراف التربوي، مدير مكتب وسط جيزان، المشرفين التربويين، المشرفات التربويات، أسعد الله صباحكم بكل خير، وأتمنى في هذه الجلسة أن أقدم شيئا يفيد إن شاء الله في هذا الملتقى الرائع. كما ترون هذه الورقة هي بعنوان استخدام المنصات الإلكترونية التفاعلية وأثرها في تحسين مستوى أداء المعلمين. على بركة الله نبدأ. طبعا هذه المقدمة، يعني العصر هذا عصر المعلوماتية، عصر التقدم، عصر الثورة المعلوماتية في جميع شبكات على المستوى، سواء كان على الورقي أو سواء كان على الشبكي. لا شك أن العصر فيه كثير من المقومات التي تحفز الباحثين في الانطلاق والغوص في مضمار الفكر التربوي لعرض ما يفيد لتحسين عمليات التعلم. طبعا الهدف منها أيضا المواكبة السريعة التي انعكست في مجال التربية ومناهجها. أصبح إلزاما على المختصين في هذا المجال أن يطوروا من مناهجهم وأنشطتهم واشتراكيتهم في التعلم إلى قمة التطور، والعمل على إعداد جيل يتسلح بأكبر قدر من المعارف. طبعا هذه مقدمة سريعة. مشكلة هذه الورقة أو مشكلة هذه الدراسة، أخذت التقنية والأجهزة الحديثة مساحة كبيرة باهتمام أبنائنا الطلاب في حياتهم اليومية، حيث أصبح الجيل من نعومة أطفاله وهو يمارس العمل على هذه الأجهزة، فيتلقى ثقافات وممارسات مفتوحة تسيطر على ثقافة هذا الجيل وتؤثر فيه بصورة سلبية تجاه حياته وصحته، حيث أصبحت هذه التقنية تشكل مشكلة كبيرة في حياة المتعلمين، بما جعل المتعلم لا يلتفت إلى المعلم بالصورة المأمولة، بما حدا من بعد أن يضع سؤال دراسته في الآتي: ما أثر المنصات الإلكترونية التفاعلية في تحسين مستوى أداء المتعلمين؟ ويتفرع من هذا السؤال الرئيس: ما المنصات الإلكترونية التفاعلية التي يمكن أن نستخدمها مع المتعلمين؟ والسؤال الآخر يتفرع: ما النتائج المتوقعة على مستوى أداء تحسين أداء المتعلمين من استخدامها للمنصات الإلكترونية؟
الدراسة إن شاء الله تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام المنصات الإلكترونية التفاعلية في تحسين أداء المتعلمين. أهمية هذه الدراسة ستفيد هذه الدراسة إن شاء الله مجموعة من تفيد المعلمين والمعلمات باستخدام المنصات الإلكترونية التفاعلية مع الطلاب كاستراتيجية تدريس حديثة يمكن أن يمارسها المتعلمين مع أبنائهم الطلاب. ستفيد إن شاء الله بهذا الجانب، ستفيد الباحثين المشرفين التربويين والمشرفات التربويات باستخدام المنصات التفاعلية الإلكترونية التفاعلية لرفع أعمال المعلمين والمعلمات والتواصل عبرها في تنفيذ الأساليب الإشرافية الجمعية والمداولات الإشرافية والتنمية المهنية. أيضا ستفيد الطلاب والطالبات باستخدام المنصات التعليمية التفاعلية كقناة تواصل بين المعلم والطالب في كل ما يخدم جانب العملية التعليمية كأوراق عمل والرقاطة الفيديوية والفلاشات وغيرها مما يفيد المتعلم ويتواصل مع المعلم فيها ويقوم بإجرائها وحلها. أيضا يستفيد منها يستفيد الباحثون في المجال التربوي واستراتيجيات التدريس في استخدام المنصات التعليمية التفاعلية الإلكترونية كاستراتيجية واستراتيجيات التدريس. فروع الدراسة تمكن إن شاء الله فروع ذات دلالة إحصائية بمستوى دلالة 1% تعزى إلى تحسين مستوى أداء المتعلمين نتيجة استخدام المتعلمين المنصات الإلكترونية. الورقة أصلاً هذه هي كمبادرة من القسم تزامناً مع التحول الرقمي للتعلم. مسلمات الدراسة: إن استخدام استراتيجيات تحاكي اهتمام الطلاب والطالبات في حياتهم اليومية يزيد من مستوى أداء المتعلمين. المسلمة الأخرى: إن استخدام التقنية الحديثة في التي يتناول أبنائنا الطلاب والطالبات يلفت انتباه المتعلمين والمتعلمات للتعلم، حينما نقدم شيء يميل إليه المتعلم لا شك أن هذا سوف يؤدي أو سوف يزيد من عملية التحسين. منهج الدراسة الذي سيستخدم إن شاء الله هو المنهج المناسب لهذه الدراسة، المنهج التجريبي، في أننا نجرب إن شاء الله هذه المنصات في إحدى الفصول بإذن الله ونقارن نتائجنا كما عرفها العساف المنهج التجريبي بأنه المنهج الذي يستطيع الباحث بواسطته أن يعرف أثر السبب المتغير المستقل على ماذا على النتيجة. حدود الدراسة تقتصر حدود الدراسة على عينة ممثلة في مدارس منطقة جيزان وفي شبكة العلوم للعام الدراسي 1939-1940 وهي في طور التنفيذ إن شاء الله. المهم المصطلحات التي نعرفها: المنصات الإلكترونية تعرف بأنها بيئة تعليمية تفاعلية توظف تقنية الويب أو الويب وتجمع بين مميزات أنظمة إدارة المحتوى الإلكتروني وبين شبكات التواصل الاجتماعي كالفيسبوك، وتمكن المعلمين من نشر الدروس والأهداف ووضع الواجبات وتطبيق الأنشطة التعليمية والاتصال بالمعلمين من خلال تقنيات متعددة، كما أنها تمكن المعلمين من إجراء اختبارات إلكترونية وتوزيع الأدوار وتقسيم الطلاب إلى مجموعات عمل، وتساعد على تبادل الأفكار والآراء بين المعلمين والطلاب ومشاركة المحتوى العلمي، وتتيح أيضا لأولياء الأمور التواصل مع المعلمين والاطلاع على نتائج أبنائهم مما يساعد على تحديد مخرجات تعليمية ذات جودة عالية، كما أنها تساعد المعلم بالتواصل مع المعلمين واستضافة معلمين آخرين لاستفادة وتبادل. هذا الإطار النظري من الدراسة.
يعني الجلسة طويلة ترى الجلسة طويلة جلسة طويلة أقول بنختصر يعني إلى حد ما لا يعني نمشي شوية شوف كثير من هذه المنصات الإلكترونية من أبرز هذه المنصات تقريبا منصة الإيزي كلاس الويندي جو والإيدمودو ومجموعة من المنصات تقريبا حوالي 10 من هذه المنصات من خلال اطلاعي على بعض هذه المنصات رأيت أن من المناسب أو الأفضل منها هو منصة الإيزي كلاس نظرا لأنها منصة معربة نستطيع التعامل معها يستطيع التعامل معها أي معلم وأي طالب. إذا كتبنا في جوجل حنجد المنصة هي أعلى منصة إيزي كلاس وزي ما قلنا أننا اخترنا هذه المنصة لأنها منصة سهلة يستطيع التعامل معها المعلم يستطيع التعامل معها الطالب يستطيع التعامل معها ولي الأمر هذه المنصة والبوابة المنصة إذا قدر لنا والمسؤولين فيه في الإدارة قرروا هذا الأمر نستطيع بناء مبنى خاص فينا أو منصة خاصة في الإدارة العامة للتربية والتعليم نحن نستخدم هذه المنصة كتجربة في دراستنا ونشوف نتائج نتعلم إن شاء الله. التسجيل عادي في هذه المنصة يتم بهذه الطريقة كمدرس مستقبلا إن شاء الله سيكون عندنا كمدرس ويكون كمشرف ويكون أيضا كولي أمر ويكون أيضا كمدير إنشاء مساعد الشؤون التعليمية حسب يعني. التسجيل عادي مثل أي منتدى مثل أي منصة تسجيل الاسم والعائلة والبريد الإلكتروني وتحديد الجنس وإدخال كلمات السر. أنا بالنسبة لي مسجل في هذه المنصة وحاولت التواصل مع بعض المعلمين والزملاء معي في الشعبة هذه المنصة هذه البوابة الرئيسية وهنا أردت التذكير فقط أن هذه المنصة منصة تفاعلية وليست منصة صامتة منصة تفاعلية تفاعل المعلم مع الطالب ويتفاعل المشرف التربوي مع زملاء المعلمين هذه الواجهة الرئيسية عندنا الملف الشخصي تستطيع أن تغير في الملف الشخصي ما تريد الأصدقاء جدولي أي جدول بتسرد أنت أصلاً في مهمة من المهام الموجودة عندك ينزل مباشرة في الجدول يرتب الجدول المعلم الجدول جدول تسليم الواجبات جدول تسليم الأوراق العمل وكل ذلك في جسم صفحات هذا الجدول معلومات تستطيع أن تغيرها أنت في ملفك الشخصي تغيير جسم كلمات المرور وغيرها ستلاحظ أن عندك قوائم بالمواد المسندة إليك سواء كانت أحياء كيمياء في الفصول سنعرف كيف نسجلها وسنعرف كيف نضيفها ستلاحظ هنا بعض التذكيرات الموجودة عند الطلاب وطلاب الرسائل ستلاحظ المواعيد المهمة اللي ينبغي أنك أنت يعني تتذكرها دائما هذه الواجهة الأساسية مجرد أنك أنت تفتح هذه المنصة بتشوف هذه المواد تستطيع من إنشاء من المواد إنشاء أي مادة أنا مثلا بدرس فيزياء بقوم على إنشاء لإسم المادة مثلا أو قيمة 2 وتستطيعون تشتغلون معي مباشرة الزملاء والزملات اللي عندهم ويب سايت وعندهم على الجوال مثلا يستطيعون مباشرة يشتغلون معي عندي مثلا قيمة 4 أو قيمة 5 اسم الصف مثلا الصف
ألف أو باء، وأحدد الاختيار أي صف في هذا الصف الثالث ثانوي أو الرسائل. هذه آية مرتبطة بالمعلم وأشرها وسجل هذه المادة. كذلك استطيع ان اسجل الواجبات بنفس الطريقه، النقاش، الحوار، كل ما اريد ان اعمله هنا استطيع انني ما اسجله ويتواصل معي ماذا الطلاب. انا متاكد انكم اذا دخلتم على المنصه س يعني تتفاعلون معها كثيرا، س يعني تبداون تطبقون مع طلابكم مع زملائكم المشرفين. اشكر لكم حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب نرجع للأستاذ علي ثم نرجع فيما بعد باب المداخلات. أنا بس فقط يعني أريد أن أضيف يعني لماذا المنصات الإلكترونية؟ المنصات الإلكترونية أصلا المناهج الموجودة عندنا كبيرة، ولا يمكن تنفيذ هذا المنهج داخل الصف، فقط الصف للتخطيط والتنظيم والعمل
وما يتبقى يكون وفق ماذا؟ وفق هذه المنصة، والمنصة تخدمني بهذا الجانب. كل المقررات صح انها ضخمة كبيرة، لكن لا يعني اننا نقوم بتدريسها كلها، بقدر ما نقدم ماذا؟ بقدر ما نقدم انشطة خارج هذا الصف. فالتحول ان الفصل يكون عندنا ماذا؟ للتخطيط وليس لعملية التدريس الفعلية ككل، وانما كل اوجه الطالب سواء كان داخل الصف او خارج الصف هو في تعلم وبالتالي منصة تقديم هذه الفرصة. الفصل طاقة على المعلمين خاصة المنطقة في الفترة المسائية أعلى من طاقة المعلمين في الفترة الصباحية، بعضهم طاقة في الفترة المسائية عالية جدا، يستطيع وهو جالس في بيته أن يعد الأوراق وأن يعد بسم الله الفيديوهات وأن يعد أشياء كثيرة جدا من المواصلات والأنشطة التي يريد أن يرسلها للمتعلمين ويرسلها مباشرة لطلابه. أيضا التعلم المعكوس وهو منهج واستراتيجية رائعة جدا في أن تختصر ماذا؟ تختصر كثير من الوقت من الكم على هذا المنهج. فقط أنا أرسل فيديو أو أرسل رابط ثم في الصباح أستطيع أنني مباشرة أجري عملية إيش اسمه حوار مع الطلاب والأسئلة والنقاش، يقطع لي كمية كبيرة من ماذا من هذا المنهج. التعويض الفارغ المعرفي، فاقد معرفي، هناك في فاقد معرفي يحدث أثناء الصف خاصة الطلاب المنطقة البلدية. فبالتالي هذه المنصة بما إذا فعلت بصورة يعني سليمة وصورة صحيحة لا شك أنها ماذا؟ تعوض ماذا؟ تعوض الطاقة المعرفية الذي يتم داخل الصف، تعوضه بصورة عالية جدا. أيضا توفر الجانب المالي، توفير الجانب المالي. لا يريد الطالب يأتينا إلى المدرسة إلا ومعه القلم والورقة فقط، يشتري ورق ب 15 ريال ويريد القلم وكل الشغل يتم ماذا؟ عن طريق ماذا؟ المنصة وتوفير الأعباء على كثير من الأولياء. أيضا نقطة أخيرة وأنا جاي على العبارة كي بس أسجلها، نعم تسمح للمتعلمين الخجولين في تفكير يعني الطلاب ما يستطيع أن يناقش داخل الصف، لكن عبر المنصة ماذا؟ يستطيع أن يناقش مع المعلم وأن يستفسر عن كل صغيرة وكبيرة. شكرا لاستماعكم وأعتذر عنكم. خلنا شوي نخلي دمعك ناخذ مداخلات الاخوان هنا من القسم الرجالي، اذا في مداخلات تفضل. اعطي المايك اللي هناك لو سمحت. ثاني استاذ علي خليك معنا. شكرا على الفضاء يا عزيزي. يعني انا فعلا المصادر اشتغلت عليها واشتغلت على المصدر بالذات، يعني هو جميل جدا. انا ادعو كل المعلمين والمعلمات استخدامه، هو بيشبه بالظبط الفيسبوك بالظبط، بس ده ميزته ان هو مخصص للمعلمين. يعني الواتساب بتاعته معموله سواء درجات سواء انشطه سواء مناقشات كله، حتى بيطلع للطالب درجته كمان، بيعمل تصحيح الكل. يعني انت ممكن تعمل اختبار بطريقه وتكتب الاجابات بعدها الموقع او المنصه بتعلم الاختبار وتظهر الوقت وكل الطلاب وقت ما حد اللي معاك تظهر فيه درجه توصل للدرجه على طول الطلاب. فانا طبعا ليزي كلاس كويس عشان كمان اللي هو بالعربي، طبعا الاوتو مودو متطور عنه بس مشكلته بالانجليزي، فده ينفع مع معلمين اللغه الانجليزيه. احكي لكم على طرف حصلت معايا وانا بطبقه في الموقع هذا. طبعا انا بعمل اختبار للطلاب وهو مثلا قدامكم الاختبار ينزل الساعه كذا لمده ساعه واحده بس. فكان الطلاب بيعملوا ايه؟ واحد بيحل، وطبعا انتوا عارفين بالجوالات ومبعتين هم بيحلوا كلهم مع بعض ومبعتين صور بالجوالات الاجابات يعني، وتنتشر الاجابات بينهم وفي بعض يعني. بس انا كنت بعتبر في الحاله دي الاختبارات للتدريب بس، مش الايه؟ مش اختبار ابني عليها درجات وهذا. بس شكرا يا استاذ علي فكره جميله جدا، ندعو كل المعلمين وعايز استخدامها. جزاك الله خير. انا عجبني المنصه فيها الكثير من الاشياء، لكن انا اريد ان الاخوان يكتشفوا بنفسي يعني انفسي ما فيها. طبعا منصه احنا ان شاء الله اذا اقرنا المسؤول عندنا ستكون عندنا منصه خاصه فينا يوزر نيم من المشرف التربوي، يوزر نيم من المساعد للشؤون التعليمية، هو مدير التعليم، هو المشرف للطالب وهي لنا. طالب وقد يمكن
العصر. فشكرا جزيلا واتمنى يعني من وتحية لك يا استاذ. شكرا لكم الكريم. لا يكفي عندنا مداخلة فقط بعد من القسم الرجالي، احنا نحاول قدر الامكان ان نقنن المداخلات لان هذه الجلسه ما شاء الله تبارك الله جلسه دسمه، ان تركنا المجال ممكن ما نوصل للعصر. فبالتالي نحاول قدر الامكان ان نقلل في المداخلات وان تكون مداخلات مركزه حتى نستفيد من الوقت المحدد قدر ما الامكان. تفضل اخي الكريم. نعم الف لانه في واحد خلفك ممكن تعطيه لانه من اول كان يرغب بالمشاركه. تفضل. أشكر الزميل صراحة لا كل الشكر للزميل على الجهود الكبير، ولكن هناك خطوة أفضل من ذلك. وزارة التعليم مشكورة صراحة، أنشأت مدرسة علم افتراضية. مدرسة علم افتراضية فيها الكلام هذا فقط، فيها رسوم افتراضية تفاعلية، فيها شيء مسجل، فيها طالب يرجع سيارة، فيها وقفات للطالب، فيها أوراق عمل. بالنسبة للمعلم فيها مكافأة المعلم، فيها شيء يكتب المعلم مسجلة له على مقام اجتهد وعمل. هذا ما أراه وما أدري يعني هل في شيء يعني يفرق عن مدرسة علم افتراضية؟ يعني هل نعم حتى مدرسة علم افتراضية هي لا؟ نعم صدقني. علم الافتراضية ويب سايت صامت. المنصات اللي هي كده للهنا احنا تفاعليه. انا مع طلابي، انا مع المعلمين، اتواصل معهم، يتواصل معي لهفه مثل الفيسبوك، مثل الواتساب. الميزه في الفيسبوك اي كلاس انها تكون على تطبيق الجوال. ومجرد مثل رساله شو اسمه الواتساب ادخل في مهمه عندك لابد انك تشوفها. ويدخل يسجل الواجب حقه ويتكلم بشكل سريع. تمام والله بيعيد ويقول اخوان ماذا نريد؟ نريد يا اخوان اننا اذا اعطينا اهداف اطمئن انا كمشرف تربوي، اطمئن انا كمدير اداره تعليم، اطمئن انا مدير اداره شؤون التعليم فعلا ان كل طالب او كل معلم كل طالب من الطلاب يتقن هذا الهدف. أنا شعرت أن طلابي لا يفهمون شيئاً، أتواصل معهم مباشرة بفيديو وأطول هذا الهدف، التواصل آني. أنا دخلت على عين وشفت ما هي إلا مجرد المقررات ومجرد تعزيز الأوراق، لكن ما تتحدث معي مباشرة مع المعلم، ما يسجل الطالب عنده. المنصة الإلكترونية طلاب يسجلون معي عندي في شرطتي أنا. وعين إذا أنا أعتذر لأني أنا ما وصلت لتدريب بهذا الجانب الله يجزاك خير. عندي افتراضية موجودة الكلام كله جزاك الله خير. أنا عملت فيها من العام الماضي وأسير عليه مسجلة في وزارة التعليم، كل الكلام هذا موجود، ما في شيء ينقص. جزاك الله خير. إذا إحنا نحتاج إلى التدريب، ويعني الأستاذ أحمد والأستاذ ياسر موجودين نتفرج على عين وتبقى هذه الورقة هي ورقة بإننا ماذا؟ ننتشر هذا الجيل من اثر ماذا؟ من اثر هذه الاجهزه التي سيطرت عليهم تمام وغيرت من اخلاقهم وغيرت بما فيهم. شكرا لكم. شكرا جزيلا لكم للاستاذ علي لتقديم هذه الورقه. اسمح لي بالمداخله يا استاذ نسيم. نعم. اتمنى تسمح لي باضافه اخرى. مداخله خليها ممكن في عندنا اوراق عمل اخرى. لأنه الوقت يبدو أنه ما عندي وقت بصراحة. لا تأخذ أكثر من دقيقة. طيب تفضل. طيب أنا عندي ثلاث نقاط بس أذكرها سريعا. ذكر أولا شكرا للدكتور علي على هذه الورقة بارك الله فيك. وحقيقة لعل النقاط التي ذكرت أن التقنية مشكلة، وأنا برأيي أن التقنية بحد ذاتها ليست مشكلة، ولكن المشكلة أو التحدي الكبير هو كيف يمكن نستخدم هذه التقنية ونجعلها تناسب طلابنا وفي مجال يعني ما يخدم الطالب. النقطة الثانية منصات التعلم
هي قد تعطينا كل شيء ولكن تجعل المتعلم اكثر تحفيزا ولا اكثر من المعلم ذاته. دور المعلم في الفصل هو الدور الكبير الذي يجعل الطالب اكثر تفاعلا واكثر حبا للماده وللتعلم، وانما هي جزء مساعد يمكن يستفيد منه المعلم في التطبيق وفي اطراء نقطة أخيرة، المنصات التعليمية كثيرة جدا، كلما كانت المنصة التعليمية أكثر قربا للطالب فيما يستخدم لكانت يعني أكثر جودة. مثال أخير أن لجوجل أيضا منصة تعليمية وحتى تكون أفضل من منصة عين للطالب. أسأل التوفيق وسلام للجميع وسلام للمصلحة. شكرا جزيلا لك، شكرا لهذه المداخلة. ناخذ مداخلة أخيرة لرئيس قسم العلوم بتعليم صبية فليتفضل. مش حقي ذي. اكتب اللوحة عندك. بها التعليم بشكل عام. واضح ان الدراسه كانت دراسه تكتيكيه استاذ علي الدراسه ولا زالت قائمه. استاذ علي لا زالت الدراسه قائمه، وانا الحقيقه ساتداخل معك في منهجيه الدراسه من اجل التحسين. المنهج التكتيكي هو واحد من المناهج الرصينه وهو واحد من المناهج التي تعطي نتائج لم كان النتائج فيها حقق عالي. لكن في المقدمه عندما طرحت الورقة بينت تلك المقدمة من أثر السلب، وأرجو نزع هذه الكلمة من مصطلح الدراسة لأنك حتى الآن لم تصل إلى نتائج، وتناقضت عندما أوردت مسلمات، والمسلمات كلها تصب في المجال الإيجابي. هذا جانب نرجو الكلام فيه. والسؤال هو ما مدى إمكانية هذه المنصات في إكساب الطالب المهارات الأدبية، وهي واحدة من المهارات المتطلبة من المرحلة الابتدائية حتى المرحلة الثانوية خصوصا في مجال هذا السؤال يحتاج إلى إجابة. عالم افتراضي، عالم خيالي، لا يوصف طالبنا القدرة الأدبية بشريط، ولذلك نحن نريد جيل مهيئ لسوق العمل. سوق العمل الآن يتطلب أن يكتسب الطالب بعض المهارات، والحقيقة عندنا يعني أننا نشتكي الآن من تدني في المستويات بشكل عام عندما نقيس أنفسنا في العالم الخارجي. أيضا في مخرجاتنا المهنية هناك تدني لدرجة كبيرة، لدرجة أن طالبنا الخريج من بعض الكليات التقنية أو حتى من بعض الكليات الغربية عندما يأتي إلى مجال التطبيق فما الدور الذي ستقوم به هذه المنصات في إكساب طلابنا الجانب الفني؟ جزاك الله خير استاذ علي. اولا انا اعتذر عن الخروج من المنصه، اشعر ان الزملاء فليس الجلسه الوقت انتهى الوقت انتهى. انا اعتذر. الله يجزاك خير. الشيء الثاني ايضا اعتذر لان الاخوان طلبوا مني اعتذار سواء قالوا لابد ان تحكم فصلتها بشكل سريع جدا علشان انها تتحكم وفقا هي في الحقيقه مباشره. ثالثا نحن نريد ان الاداء هذا يتحسن بتثبيت هذه المعارف في ادمغه طلابنا، والا تكرر حاجه يعني من الوسائل المهمه لتثبيت هذه المعارف التكرار. كلما عرضنا هذه المعارف بصورة يعني متعددة يعني مرات ومرات كلما كان بقاءها على مدى الانتقال من الذاكرة المؤقتة للذاكرة المتوسطة للذاكرة الدائمة كلما كانت وسعة أكبر. أنا أقدم فيديو، أنا أقدم ورقة عمل، أنا أقدم أريد أن أكتسب وأن يعمل أن يلخص هذه المهارات العلمية الموجودة في الكتاب يلخصها من كتابات الى صور تنزل وتختصر هذه المعارف ويلخصها بنفسه.
أكثر من هذا المعرفة. المعرفة يصير عنه في مدينة يريدها جزء من الثاني وهي علم الآن. حتى الأمي يريد أن يعرف عن البراكين في جزء من الثاني أصبح التقارب أكثر منه. إنما لا أريد أن أنمي فيه يعني مهارات ومعارف مع بعضها البعض وأعد لمن هي الحياة. الجانب السبب الذي أشرت إليه الجانب الاجتماعي الآن عندنا الآن نشوف كل الجوالات أمام طلابنا ماذا يفعلون؟ هل يتعلم؟ ليس كلهم يتعلمون بل كلهم يتخرجون أغلبيتهم يتخرجون. نعم فهي أهم وأنا أشكرك على هذه المداخلة. شكرا لكم ورئيس الجلسة ترى وراي جالس كون ما يقول شكرا جزيلا لك. قبل أن نبدأ ونستعين الجلسة الثانية بس في موضوع مهم تكلمون للأخوان إنه في سيارة لأحد الزملاء ميسان حاء تقسيم 3558 موقف على المواقف قلل على الناس كلها تابع للإدارة كامل إذا بنا هذه الورقة تندرج تحتها ثلاث مشاركات وكل مشاركة أنا متأكد بأنها عبارة عن ورقة عمل ثرية. نبدأ تحت أول مشاركة من هذه المشاركات مع المشرف التربوي بمكتب صامتة الأستاذ محمد عبد الصمد محمد حكمي ناخذ نبذة من السيرة والسيرة الذاتية عبارة عن مقدم ومعد لمقررات الكيمياء في مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام والتي تعرض في قنوات علم التعليمية وتدرب في برنامج أكتشف العلم حاصل على العديد من الدورات التدريبية في مجال العمل. طبعا ورقة العمل المقدمة عبارة عن الخلفية النظرية فليتقدم مشكورا. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى صحبه وصحبه وأتم التسليم. ممكن تحط هذا عشان يصير أي تسليم؟ كلا سمعت ما استطيع هذا؟ لا هو مختلف عندهم مشكلة بالصوت هنا لا هذا شيء هذا شيء ضيوف الكرام أعضاء هيئة التدريس بجامعة جازان سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نظرا لما تشهده المملكة العربية السعودية من تطورات في شتى المجالات ومنها التعليم وفق برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة العربية السعودية ولما يشهده الواقعنا اليوم من تغيرات سريعة نحو بيئات تعليمية وتعلمية رائدة تلامس حاجات تكبر مع مستحدثات التقنية لسد الفجوة بين الواقع والمأمول والمساهمة في إبراز التقنيات التي تساهم بفاعلية وكفاءة عالية للوصول للريادة. ولعل الاهتمام بصياغة الرسالة التعليمية من خلال وسيط معلوماتي بمعايير محددة يعد طريقاً لإشباع حاجات الطلاب ودعم المناهج الدراسية والارتقاء بالمستوى التعليمي لرفع نسبة التحصيل ومهارات التفكير لدى الطلاب والطالبات. ومن هنا لا بد أن يكون التعليم الإلكتروني حاضرا وهو أحد الاتجاهات الحديثة في التعليم المتمركز حول المتعلم حيث يتضمن أساليب جديدة منها تقنية الواقع المعزز والتي ظهرت مع الثورة اللاسلكية والصناعية والتطور التقني الحديث ومن ثم انتقلت هذه التقنية إلى حقول عملية التعليم
والتعلم، ولعلنا نلمح ونوجز على عجالة لنسمح للتطبيق النظري العملي مع الأستاذ علي حكومي والأستاذ ريهام للإكمال. لمحة عن الواقع، الواقع المعزز. طبعاً الواقع المعزز من التقنيات والمصطلحات التي ظهرت حديثاً نتيجة انفتاح التعليم على التكنولوجيا، وقد اختلفت هذه المصطلحات نظيرة الترجمة باللغة الإنجليزية، ونستطيع أن نقول حقيقة المعززة وهي التي أنسجت في التقنية، ونستطيع أن نقول أيضاً الواقع المضافر والواقع الذي أضيف إلى الواقع الحقيقي للمستخدم، وأيضاً نستطيع أن نقول الواقع المحسن وهو الواقع الذي حسن في الخيانات الرقمية التي تظهر للطالب وتحسن من عملية التعليم والتعلم لديه. أيضاً نستطيع أن نقول الواقع المدمج وهو دمج الواقع الافتراضي بالواقع الحقيقي من خلال بيانات ثنائية وثلاثية ورباعية الأبعاد. مفهوم الواقع المعزز، الواقع المعزز نظرا لكثرة المهتمين به تعددت المفاهيم، ونستطيع ان نقول على ان التكنولوجيا القائمه على اسقاط الاجسام الافتراضيه في بيئه المستخدم نفسه لتحسن من عمليه التعلم وتضيف له في ما يقول به التعلم. ايضا كما تعلم عرف العالم اسامه على انها تقنيه تزامنيه تفاعليه يستطيع من خلالها المتعلم من خلال التقنية ذات الأبعاد الثلاثية والرباعية إلى الوصول للهدف المنشور إليه. التطور التاريخي لتقنية الواقع المعزز، الواقع المعزز ليس وليد اللحظة، وارتبط نشأته مع نشأة الواقع الافتراضي وما هو سوى امتداد له، فكان مرحلة ظهور الفكرة عام 1901 من خلال العالم فرانك عندما قام بإنشاء نظارة إلكترونية استطاع من خلالها مشاهدة الشخصيات التي كتبها في قصته حكاية خيالية. العالم فرانك وكان قديم وأنشأ قصة مشاهدة للشخصيات من خلال النظارة التي قام بتصميمها. ثم انتقلت هذه المرحلة إلى مرحلة الانتشار، ولكن هذا الانتشار كان محدودا عام 1960 عندما قام العالم بيتان من معهد جامعة MIT قام بإنشاء خوذة كرة على الرأس فيها مستشعر كاميرا عندما يقتنيها هذا الشخص عندما يسير في أي مكان في أي مرفق يقوم برسم المرفق الذي يوجد فيه. ثم انتقلت هذه المرحلة عام 1998 إلى مرحلة الانتشار المرفق لوجود تطبيقات والأجهزة الذكية، وقامت القوى بعمل مؤتمرات سميت بالندوات العالمية للواقع المفترض والواقع المعزز. أيضا ألمانيا وسنغافورة كان لها اهتمام كبير في هذا المجال. لو أتينا إلى خصائص تقنية الواقع المعزز لوجدنا إيجابياتها كثيرة، فهي سهلة الاستخدام نظرا لأن الأجهزة الإلكترونية الآن في متناول الجميع، أيضا على أنها تفاعلية وتؤدي إلى تعلم تعاوني بشكل كبير، أيضا توفر معلومات واضحة ودقيقة، أيضا أنها تمزج بين الحقيقة والبيئة الافتراضية مما تؤدي إلى تعلم موقفي، أيضا أنها ذات أبعاد ثنائية وثلاثية ورباعية. من مميزات وخصائص تقنية الواقع المعزز، لا تحتاج إلى معامل، لا تحتاج إلى هذا إلى معمل لتنفيذ الواقع المعزز، وبالتالي تنفيذ الواقع المعزز في أي مرفق من مرافق المدرسة. أيضا تضمن بيانات رقمية ليكون التعليم قوي، كلما كانت البيانات لديها رقمية أيضا تؤدي إلى تعليم جيد. أيضا قلة التكلفة، ونحن نعرف أن الأجهزة الذكية لا تكلفة قليلة. إمكانية التفاعل بين الطرفين، في الواقع المعزز أستطيع أن أتعامل مع الطرف الأول المعلم وأيضا المتعلم. رفع مستوى التعلم، وهذا لا شك على انه يتحقق مع الواقع في الواقع المعزز. نأتي على اهميه الواقع المعزز في التعليم. يوفر الواقع المعزز مساحه تعليم ابتكاريه. الواقع المعزز يكون لديه
ملموسة وأيضا بيئة خيالية. هذه البيئة عندما تمتزج مع بعض فإنها تؤدي إلى تعلم موقفي، يستطيع الطالب أو المتعلم أن يبدع وتخلق له مساحة تعلم كبيرة وابتكارية. أيضا يتماشى الواقع المعزز جنبا إلى جنب إلى جانب مفاهيم التعلم البناني. التعلم البناني مهم جدا، والواقع المعزز يعزز أيضا للمفاهيم البنانية. فمن خلال الواقع المعزز المتعلم يستطيع صنع العملية التعليمية الخاصة به. أيضا يترجم الواقع المعزز النظرية البنائية إلى واقع ملموس يمكن تطبيقه. لطالما الدراسات أثبتت على أن عندما يكون لديه جانب نظري مع جانب تطبيقي فإن مستوى التعليم يكون جدا مرتفع. أيضا يعد بعدا إضافيا جيدا وجديدا لتدريس المفاهيم مقارنة بطرق التدريس الأخرى. أنا لو قلت بعملية التدريس التلقيني أيهما أفضل؟ تقنية الواقع المعزز والمفاهيم البنائية أم بعملية التلقين؟ زيادة الفاعلية التربوية، زيادة الفاعلية التربوية. التعلم التعاوني مطلوب جدا في عملية التعلم الآلي. وما يحققه الواقع المعزز على أنه يساعد على زيادة معدل التعلم الداخلي داخل الفصل من خلال الإدراك المتجسد من خلال العمل العقلي إلى آخره. أيضا يستخدم في التعليم على نطاق واسع وخصوصا في المختبرات العلمية، قد يكون بديل للمعامل الافتراضية. أيضا تحفيز المتعلمين على المشاركة لا يخفى على الكل على أن التحفيز مطلق لأي عمل إنسان سواء متعلم أو معلم. عملية التحفيز من خلال الواقع المعزز على أنه يمنع الطالب عملية تدريب وتعليم في نفس الوقت، يعتبر محفز جدا جميل. أيضا زيادة كفاءة المعلم في التعليم عندما المعلم يدعم مادته العلمية بتقنية تسهل عليه الوقت والجهد. طبعا مجالات التي يقومها الواقع المعزز لما نلاحظ أنها شتى أفرع العلوم، شتى أفرع العلوم يقومها الواقع المعزز، ولكن ذكرنا بعض الأفرع منها الطب واللغة العربية والإنجليزية والتاريخ والجغرافيا والهندسة والتربية التنمية والمدنية والشريعة والعلوم الرياضية. تركز على بقية العلوم. طيب تكلمنا عن بعض المجالات التي تضمها الواقع المعزز وذكرنا انها تشمل جميع افرع العلوم. التطبيقات التي ذكرناها هنا، التطبيقات من ضمن عشرات التطبيقات، وهذه التطبيقات متداوله، نعرف على انها متداوله في المدارس وفي الفصول، ولكن تطرقنا الى بعضها ونترك المجال للزملاء للتطبيق العملي. فلو اخذنا برنامج الانيمال، تطبيق الانيمال 4D ويهتم بدراسه الحيوانات وتعايشها، يوسع مدارك الطفل حول التعلم، ايضا يتعلم. ايضا الالمنتس 4D يهتم بدراسه الكيمياء والعناصر لها وطريقه تفاعلها مع بعضها البعض، يوفر بيانات رقميه من حيث الاعداد الذريه الى اخره. ايضا الانتوني 4D هذا التطبيق يهتم بطب التشريح، فهو يساعد والمهتمين بدراسة هذا المجال بنقله إلى بيئة تفاعلية وتجربة تفاعلية حقيقية. الكثير مع في العرض التطبيقي بإذن الله. جيوغرافي جوجل أيضا يهتم هذا التطبيق بمادة الجغرافيا، يهتم بمادة الجغرافيا، فهو يقيس الطول ويقيس العرض ويقيس الارتفاعات من خلال بوصلة ثلاثية إلى بعد. هذا التطبيق في الرياضيات بولوريس يونيتد ميراج يهتم بدراسة الأشكال الهندسية وقياسها ويستخدم للمرحلة الابتدائية. لكن التطبيق اتش بي، نلاحظ على هذا التطبيق اتش بي ورازما، هذا التطبيق مهم جدا وراح يكون له وقت قدوات التطبيق بعد ما توقع، ولكن هذا التطبيق يساعد المستخدم على صناعة واقعه المعزز بنفسه، يعني ما يحتاج إلى تطبيق أساس في منه الأوراق أقوم بطباعتها كما هو حاصل الآن في المدارس، لكن هذا التطبيق أنا أصنع بيئتي بنفسي، الواقع المعزز الذي يحتاج للمعلومة أنا أقوم بصناعتها بمجهود ذاتي يتناسب مع تعلم المتعلم. طيب شكرا لكم وأعتذر عن الإطالة.
شكرا جزيلا للأستاذ محمد عبد الصمد حكمي على إثراء هذه الورقة وهذه الجلسة. نبدأ الآن في المداخلات. عندنا الآن مداخلات إذا في عندنا حسب الورق المعد الآن. نبغى نأخذ من البنين من الرجال ثم من القسم النسائي. إذا في أحد عنده مداخلة أو ننتقل إلى القسم النسائي. القسم النسائي في مداخلة؟ طب خلاص ننتقل للورقة اللي بعدها. ننتقل للتطبيقات من واقع مقررات العلوم للمعلم علي حكومي خرمي. طبعا الأستاذ علي حكومي حاصل على 3 بطاقات تعلم نشط وشهادة تكريم من تعليم صبية عام 1437 في مجال التعلم النشط، بالإضافة إلى أنه مهتم بالتقنية في تدريس مادة العلوم وعمل دروس نموذجية في هذا الجانب، فليتقدم مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نسعد أن نكون معكم في هذا الملتقى والذي يسهم في كسب خبرات علمية وتعليمية وتربوية استفادة الأمثل من التطور التقني لمواكبة برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030 بقيادة سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله لإعداد جيل منافس عالميا. فمشاركة التجارب الناجحة والتعليم تعزز الجهود وتنشر ثقافة التميز وتخلق بيئة محفزة للإبداع والابتكار. فوزارة التعليم تواكب هذا التغير في التحول الرقمي والتقني، وبالتعاون مع المعلمين والمعلمات والمجتمع عامة أطلقت وزارة التعليم المناهج الجديدة مستخدمة فيها أحدث التقنيات، ومن بينها الواقع المعزز والتقنيات الصوتية والمرئية والتطبيقات الإلكترونية. فالواقع المعزز تقنية تهدف لتكرار البيئة الحقيقية وتعزيزها بمعطيات افتراضية بمعلومات إضافية، وتعتمد برمجيتها على كاميرا الهاتف. فعلى المعلمين الاستفادة من هذا الواقع بما يخدم العملية التعليمية ويفيد أبناءنا الطلاب. الآن بنستعرض التطبيقات التي تدعم الواقع المعزز في مقررات المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية. عندنا تطبيقات الواقع المعزز اشتملت في هذه السنة على المرحلة المتوسطة ونظام المقررات في المرحلة الثانوية. وهذه التطبيقات هي موجودة باللون الأخضر للمرحلة المتوسطة وباللون الأزرق للمرحلة الثانوية. عندنا هنا التطبيق الجدول الدوري لتطبيقات الواقع المعزز. يعني في وزارة التعليم يعني طبقت الواقع المعزز على دروس مختارة فقط، بس الواقع المعزز في أكثر من 100 تطبيق للواقع المعزز. فعندنا هذا الجدول الدوري يوضح تطبيقات الواقع المعزز وكل وفائدته في مجال التعليم. عندنا كيفية تنزيل لدينا طريقتين لتنزيل التطبيق. الطريقة الأولى البحث في الأب ستور أو السوق بلاي عن المرحلة الدراسية في المرحلة المتوسطة أو المرحلة الثانوية مقررة. الطريقة الثانية عن طريق مسح الباركود، عن طريق مسح
الباركود الموجود في رابط الدرس الرقمي بداية كل درس في المناهج الدراسية. عندما نمسح الباركود يطلع لنا الرابط هذا، نفتح الرابط يفتح صفحة بوابة عين إلكترونية. عندما نفتح صفحة بوابة عين إلكترونية عندنا السهم الموجود عاليا، نضغط الأيقونة. إذا ضغطنا الأيقونة يعطينا الواقع المعزز، عندنا الواقع المعزز والصفحة الرئيسية والكتب الدراسية. نضغط على الواقع المعزز، عندما نضغط على الواقع المعزز يعطينا الدروس المختارة من المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية. في هذه الصفحة من بوابة عين يستعرض لك الدروس المختارة من وزارة التعليم لدروس الواقع المعزز. فمثلا عندنا نستعرض بعض الدروس الموجودة في الصف الأول متوسط، في الصف الأول متوسط في درس الشغل والآلات البسيطة عن طريق البكرة وكيفية استخدام الواقع المعزز فيها. نفتح التطبيق اللي هو الواقع المعزز الصف الأول متوسط، ونضع التطبيق على الصورة. تأتيك الصفحة الرئيسية هذه للتطبيق، نضغط ابدأ تحت ونشوف هنا أصبحت الصورة الموجودة في الكتاب أصبحت لديها واقع معزز لاستخدامه. فمثلا عندنا هنا القوة الموجودة لتحريك الجسم، فعندما نحتاج إلى بكرتين لتحريك الجسم تكون الفائدة الآلية أكبر في الواقع المعزز. فهذا يحول لك الصورة من صورة صامتة إلى صورة معززة بحيث أنك أنت تشتغل عليها. فمثلا عندنا لو اخترنا القوة في كوب، شوف كيف تحرك القوة تحرك البكرة، وبالتالي هذا واقع معزز يستخدم في البكرة. عندنا الصف الثاني متوسط، طبعا المرحلة الابتدائية لم يشملها الواقع المعزز، بس انت عن طريق البرامج الواقع المعزز تقدر تدخل لها واقع معزز خاص فيها، وبنتعرف عليه ان شاء الله. هنا الاولى متوسط، عندنا ظاهرة كسوف الشمس وظاهرة خسوف الشمس خسوف القمر. عندنا شوف هنا هذا التطبيق يحرك لك الصورة بحيث كيف يحصل كسوف الشمس. عندما يكون القمر بين الأرض والشمس في هذه الصورة، حول الصورة من صورة صامتة إلى صورة متحركة بحيث تفيد أبناءنا الطلاب. عندنا هنا ظاهرة خسوف القمر، ظاهرة خسوف القمر تحت، كيف يتم خسوف القمر. عندنا صورة صامتة وهنا قمنا بإدخال واقع معزز عليها لإفادة الطلاب في هذا الجانب. عندنا مثلا الدرس في ثاني متوسط سلوك الموانع، نفتح تطبيق ثاني متوسط، يعني كل مرحلة لها تطبيق خاص فيها. طبعا مثلا هنا سلوك الموانع، عند يزداد ضغط الغاز المحصول عند تسخين الإناء مع بقاء الحجم ثابتا، فيزداد ضغط الغاز، بالتالي هنا شوف الغطاء طلع من الأنبوبة بسبب زيادة الضغط مع ثبات حجم الإناء. هذا واقع معزز في المرحلة الثانية متوسط. عندنا ثالثة متوسط، نفتح التطبيق، عندنا الدرس الزلازل الموجات الزلزالية وكيفية تتحرك الموجات الزلزالية في هذه الصورة. هذا واقع معزز طبعا. نكتفي بهذه الدروس الواقع المعزز في المرحلة الابتدائية،
وفي دروس انت تبغى تدخلها واقع معزز، كيفية الطريقة عن طريق برنامج أرزامة، برنامج أرزامة اللي هو هذا التطبيق HB Refill أرزامة. هذا التطبيق مختص بصناعة واقع معزز انت تدخله، يعني مثلا عندك فيديو تبغى تدخل على الصورة هذا، تستخدم هذا التطبيق بما يناسب الصورة. كيف تصنع واقعا معززا؟ طيب، اول شيء تنزل التطبيق هذا اتش بي ريفيلين وارزامه، طبعا هو يجيك الواجهه هذه واجهه البرنامج، تضغط على الزايد فوق يعطيك الصفحه التاليه، تاخذ صوره، لازم يكون المؤشر الابيض على اللون الاخضر عشان ما تتعب بعدين في قراءه الصوره. بعدها تعمل ديفايز، بعد عندما نعمل ديفايز تطلع لنا الصورة، تحميل الصورة أو الفيديو من الفيديوهات والصور اللي عندك، وتنزل واقع معزز للصورة. الآن نستعرض بعض التطبيقات التي تخدم، مثلا عندنا هنا أدخلنا واقع معزز في الصفحة هذه في البرنامج للقلب. لمضخات القلب، شوف كيف يتحول القلب ويضخ، أصبحت الصورة صورة القلب متحركة، والصورة من صامتة إلى إيش؟ متحركة، مضخات القلب. هذا أو عن طريق، ممكن تدرب نفسك عن طريق اليوتيوب، تنزل تطبيق البرنامج تبحث عنه تدريب في اليوتيوب. طبعا عندنا تطبيقات ثانية افتراضية، هذه التطبيقات كلها واقع معزز وتدعم الواقع المعزز. مثلا عندنا تطبيقات تعليمية للمعلم للاستفادة فقط منها، عندنا الواقع الافتراضي هذا وكيفية إفادة أبنائنا الطلاب بحيث يجسد الصورة الحقيقية للصورة الموجودة. مثلا عندنا هنا الجهاز العصبي وكيفية يعمل. عندنا الجهاز العظمي الهيكلي، عندنا الجهاز التنفسي وكيف يعمل عندما نحرك يجي الشخص تزداد عملية التنفس. عندنا الجهاز الدوري الدموي، ممكن تدخل في القلب وكيف يعمل إيش القلب ويضخ الدم من وإلى الرئة. هنا الجهاز الهضمي وكيفية عمل الجهاز الهضمي، مثلا هنا المعدة وكيفية عمل إيش المعدة. هذا تطبيق تيني بوب التعليمي، مفيد للطلاب. في مجموعة من التطبيقات المفيدة، مثلا عندنا البراكين، هذا واقع افتراضي للبراكين وكيف تعمل. عندنا صورة صامتة للطالب ما يدري كيف يعمل البركان. عندنا هذه الكرة الأرضية، طبقات الكرة الأرضية موجودة. عندنا أستاذ علي، ممكن أختصر بس على الوقت إذا كانت مطول عشان بس عندي شكرا لك. خلص هذا يا أستاذ، بس عندنا البركان، بس كيفية ظهور البركان.
هذه مجموعة تيني بوب التعليمية، في تطبيقات كثيرة تفيد العملية التعليمية غير هذه التطبيقات. في هذا التطبيق مثلا يعطيك واقع معزز من البيئة التحريك القلب، في باقي وقت يلا تمام شكرا لك. في تطبيقات كثيرة تخدم العملية التعليمية، فشكرا لكم ونسأل الله لنا ولكم التوفيق إن شاء الله. نشكر الزميل علي على هذه الورقة القيمة. أجمل ما في العلوم الطبيعية أنها أجمل ما في العلوم الطبيعية أنها تفتح مجالاً واسعاً للإبداع والابتكار والتجديد. العلوم الطبيعية تكلم الآن، إذا كان في عندنا مداخلة بسيطة أو مداخلة من البنين من الرجال أو من النساء، واحدة أو واحد فقط، بس على أستاذ علي أنت بتشارك من واقع مقررات العلوم للمعلمة حميدة أحمد هجام، تتفضل بتقديم هذا العرض. Thank you.
نشكر المعلم حميد أحمد هزام على تقديم هذا العرض الرائع.